غنمشي نتفرج في داري مع هذوك الناس اللي قالوا لهم ما عندكمش فلوس سيروا تفرجوا في داركم. لحد الساعة أنت مازال حاضر. لحد الساعة أنت مازال حاضر معنا في الملعب. راه قلت لك ملي غادي يقرب الماتش غنمشي نتفرج في الدار مع هذوك الناس اللي قالوا لهم ما عندكمش فلوس سيروا تفرجوا في داركم. ديال اش؟ واش اللي استفزاز أنت ملي كتمشي حكرة ملي تقول للمغاربة ما عندكمش فلوس سيروا تفرجوا في داركم؟ ماشي حكرة هادي. واحد كيتقطع باش يجي يتفرج ويمكن شوف يمكن هذاك هو السول مومون ديالو عنده في الاسبوع اللي كيخوي شويه وتجي تقول لي ما عندكش فلوس سير تفرج دارك. سي هشام الجمهور لا شنو هي هادي؟ لا شنو قرار جيتو؟ يا انا ما عنديش الحق نقرر في راسي، انا كيقرر في الناس، انا بغيت نقرر غير في راسي. واش نقول لك واحد الحاجه وانا ما كرهتش والله العظيم ما كرهتش نتفرج في التيران، عرفتي علاش؟ حيت كنتمنى بيد ديال الوداد باش ندير نفس الحركه اللي داروا لي، حيت انا ما بغيتش ندير الصينيه. ولكن لا سي هشام قالوا لنا بان اللعابه طردتوا مجموعه من اللاعبين. دابا شوف انا كاين مجموعه من اللاعبين وطلعت لاعبين من الامل على اساس ان اللاعبين احتجوا تسعه لاعبين طردتوهم انتم. ما تصرت حتى لاعب غير انك اليوم انا حيت قال لك خصو يجي عندنا كما انا ما غاديش نجي في هذه الظروف وما كنجيش في بهذا لافورس. كيف ما كنبزش على الناس ما كيبزز عليا حتى واحد، هادشي اللي كاين. واش اللعابه خالصين ولا ما خالصينش من الاخر؟ انا عارفه بغينا نعرفوا واش اللعابه لي ترونش كيتسالوا لي ترونش، اما في لي سالير مخلصين وفي لي بريم كان عندهم اون بريم ولا دو. غتخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.